أداء ممتاز الحمد لله، وكنتمناو إن شاء الله يبقاو في هاد المرتبة حتى لنهاية البطولة. الصراحة الفريق بان ليا بدا كي من بعد الغياب اللي كان من الكوفيد 19، ودابا الحمد لله راه غادا الأمور مزيانة، وكنتمناو من مالونغو حتى هو يجي باش نكملوا الفرقة. الحمد لله حنا كجمهور الرجاء تايقين في الجروب، تايقين في اللعابه، تايقين في السطاف تكنيك، تايقين حتى في المكتب المسير. الحمد لله غادي نطاب ايطا ان شاء الله اللي ما لا نفوز باللقب، والحمد لله ما عاد حنا ربحنا 3 بوان اليوم، مشينا للصداره. الحمد لله كل شيء ممكن مع الثقه ديال الجمهور واللعابه والمكتب المسير والمدرب والسطاف تكنيك يستافدوا. المهم هو 3 بوان، خدينا الصداره اول مره في هذه البطولة ديال العام. وجمال السلامي كان في النهار ديالو تغييرات الشوط الثاني، وكانت مقابلة ممتازة. نتمناو يستمر نفس المستوى في مقابلة ديال الحسنية، وإن شاء الله البطولة رجاوية.